الطقس يتبدل على طول العام، برد، سخانة ولا مطر، كلها عوامل طبيعية تأثر على حيوت وسطوحات ديارنا، وتنجم تتسبب في شقوق وتسربات اللي تتسبب فندي وتأثر بالخايب على صحتنا. أستخال كيف العادة تستعين بأحدث التكنولوجيات في عالم الأدهان وتقلكم الحل اللي يتحدى تحولات المناخية اليومية لحماية دياركم وصحتكم. أستخافليكس الدهن هذا تم اختباره من طرف المختصين في أستخال قبل ما نبدأ في التسويق باش نثبته في اللي في كاسيتي متاعه. لاتست اللي عملناهم شملوا مرونة المنتوش وسهولة تطبيقه على جميع أنواع الحيوت، سواء كان حيط جديد، سيمان، حجر يجور أو حتى جبس، ولا حتى حيط قديم بعد ما نظفوه مليح من الغبرة. الإلاستيسيتي اللي هو عامل مهم برشا باش الدهن ما يتشققش وما يعديش الماء للحيوت. جربنا زادة الدهن على فون نوار وفون بلان باش نثبتوا قوة البياض الناصع ولوت كوفرانس نتاعه. وأخيراً والأهم، قمنا بتجربة مقاومة الماء من خلال تطبيقه على كرذونة ورقية. بعد ما شح المنتوج صبينا فيها الماء وتأكدنا اللي ما تسربت حتى قطرة. أستخافليكس دهن عازل ما يعديش الماء، عنده قدرة كبيرة على تغطية الشقوق على خاطر يتميز بتكستور إلاستيك إي ريزيستانت. متوفر في أمبلاج 18 كيلو، يتخدم بغلو عادي على حيوت والكيلو منه يغطي 1.25 متر كاري و 1 متر كاري على السطح، ونجمو نخدموه بغاكلات ويشيح في 4 سوايع. ما يستحقش نزيدو حتى شيء بخلاف شوية ماء، وكمية الماء تتبدل حسب حالة السيبور والبلاصة. لا بانتور ديتونشيتي هي دهن مهم جدا للمساكن والبنايات، ويحمي لمدة طويلة من الرطوبة اللي تهدد الحيوت وراحة وصحة المتساكنين. للواجهة والسطح أستخافليكس الاختيار الأصح. أسترال Let's Color.